قدوميها دقمدا توجه على حاشي محمود عبدي أيام ما انت لوري جاي داخل عقيد أيسو غارسيين دتك كسو جيدا ديجان كتوجه على كردا قندل كاسي كندا وحاور بحين تاني مركلة إنه إيجا يوريه نا عبد الرساق أحمد حيان قدوميها دقمدا توجه على حاشي محمود عبدي أيام ما انت لوري جاي داخل عقيد أيسو درين شالية دمجالة توجه على دلك كندا وحنا وجهرين قوب تاسي كهلاي وكيل كديق داني سلامك بعدي حفلة ده واحد نتوقعنا أسبتال كي وينا تقوى جال لورد سي وهذا أول لفرن لكن لما يسترى حفلة ده نصاب تاني وقام نيو حوي تمر غير كندا كارهان رأو الثواء وعندما كي قبل كنورش أما عروت ولا بولشين أي أي سؤال بقولي واحد سؤال بقولنا دكتور قيد بعثان أو أي لعك قيد بعثان لعك بس كسوق روريين لعك تسوى حوالين أفر كون إياه بقول دولار لعك تبغى حي سؤال درت خطر الشيخ عبد الله يوسف جبريل وأنا أقول عبد الله يحاجي وسها جاجسي يلا أوكا وكيلا دوما كاره أوتو دوما يلا عرتو وأفر كل يوم بقول دولار واحد من سنة لو نستقال ناي إن على عقد هاس المال كلام يدور المال هتلاقي عن ثالث إيه نختار كجلي أسبتال كجلي كجلي دونتو شو جرسيا أسبتال كا دقم دو وش عليه أي خضر وكيل يدوما ريكن ده أي خضر وكيل كاهي أوتو العقد تنوين السوق على وكها halkii aad ugu tala gasheena insha Allah oo marinayna shilin kala meel marin mayno ismuhu imika intii hore uu dhamaaday laakiin isma fara badan buu u baahan yahay dhaqtarku in fara badan baa in laga qayb qaato u baahan yahay dhul fara badan oo ballaaran buu leeyahay sida abdumarku waxa uu xasuusanayaa ummadi ay ka tageen dhibaatada haysata iyo waxa uu u baahan yahay inuu xasuusanayaa أنا سوتي هذه هذا مو مهم بقية بدو عسبتال كان عبد الله حاجي كم ذي هنا هذا ما تسو سو جارسي أحكرون هذه هذا مو مهم بقية الله خير أتوا أخذ راعي سو كت هاي ما تتعب لنا فرتكون يبغل كدولار وسو دست عسبتال كتبو تشاله محلنا جزاكم الله خيرا هكذا تقصوا سرتين لهي نسات نسان كحسنات كهاي دي كل يوم qofkii wax yar soo diray iyo kii wax weyn soo diray ilaahay ma ka jisaa isin doona wixii aad sii baxsatoon baana in baan adduunyada kaa raacaya marka waxaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haweenkaasi soo xilqaamay kulliiba haweenku meel kasta ragga way kaga horreeyaan xagga xusuusta malaha raggu dee kulli xagga naxariista marka ilaahay ka jisaa isiiyo haweenku waxay noqdeen maanta hormuudkii waddanka siiba qurba joogu iyo kuwa waddanka gudihiisa horrintii horumarka ballaaran ee wadankaas ka socda haweenku aad bay uga muuqdaan aad iyo aad baan maanta ugu mahadnaqayna haweenka reer Otoo ee soo xasuustay isbitaalka Togo Jaale Cabdirisaaq Axmed Ayaalilka Case Somali Channel Togo Jaale